السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في قناه عواطف. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون ان كيك الصومون او سمك السلمون. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش او ما متواجدش عندهم في الدار السلمون، ممكن جدا يعوضوه بواحد الحويجه اخرى غادي نقولها في اخر الفيديو، فرجاء وليس امرا بقوا معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا شنو هي العناصر اللي غنحتاجو في هذا الكيك وطريقه التحضير كذلك. ما نطولش عليكم، غادي نخليكم مع بعض الصور ومور اللي ندخو ان شاء الله ندوزو المقادير الوصفه. اذا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناه، رجاء وليس امرا الضغط على الزر الاحمر، فعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وشكرا مسبقا. لتحضير الكيك غادي نحتاجو 250 غرام ديال الطحين، 250 غرام ديال البيض مضرب، 200 غرام ديال الحليب كامل الدسم، 15 غرام ديال الخميرة الكيماوية، 75 غرام ديال الزيت محبدة وكون تكون ديك الزيت ديال بذور العنب، 75 غرام ديال الزبده، وعندنا 5 غرام ديال الملح المدخن اولا الملح ديال الطعام. غادي ندوزو لا غارنيتور، وهنا كما قلت لكم بالنسبه للصومون اللي ما عندوش يشوف معايا الفيديو حتى الاخير وغادي تعرفوا باش ممكن تعوضوه. كنحتاجو 75 غرام ديال الصومون فيمي يعني الصومون المدخن، 75 غرام ديال الصومون طري، 150 غرام ديال الغرويير هادي غادي نحتاجوها لاباري غادي نخلطوه مع الكيكه، و 60 غرام ديال الكغيير غادي نحتاجوه باش نديروه من الفوق، 50 غرام ديال البصله مقطعه رقيقه، و 100 غرام ديال الزيتون الخضر محيد ليه العظم بيان سور مقطع، و 60 غرام ديال بذور الكتان زريعة الكتان. هادي راها ضروريه للوصفه. غادي ندوزو للطريقه. اول حاجه غادي نغربلو الطحين مع الخميره، غادي نضيفو عليهم هذاك البيض اللي عندنا مضرب وغنخلطو العناصر مزيان، كنزيدو الزبده اللي ذوبنا شويه بشويه وحنا كنخلطو، الزيت كذلك ما كنزيدوهاش دقه واحده كنبداو نزيدو بشويه بشويه وحنا كنخلطو في لاباغي اللي عندنا. كما قلت بالنسبه للوصفه هنا استعملنا الزيت ديال بذور العنب، كنزيدو الحليب، ونستمروا في التحرك حتى ينسجموا العناصر كامله، كنزيدوا من بعد الملح. وزريعه الكتان هذه كما قلت راها ضروري لان كتعطي واحد القرمشه رائعه للكيك. الزيتون الخضر اللي قطعناه عندنا في الاول، والفرماج المحكوك بيان سور، كنزيدو الصومون المدخن او الفيمي، وكنزيدو ايضا الصومون الطري، وما نساوش البصله المشلضه ايضا. كما
كنوجدوا لو مول ديال الكيك اللي غادي نحطوا اللي غادي نوجدوا فيه نحضروا فيه الكيك ديالنا. هذا كيبقى من اختياركم، اختاروا المول اللي عجبكم، يعني سواء طويل سواء داير كيبقى لكم الاختيار. هذه هنا فكره واقتراح، وانتم غديروا على حساب لي مول اللي عندكم. كما كتشوفوا الخليط اللي وجدنا حضرنا به جوج ديال لي كيك، من بعد غنديروا عليهم الفرماج غابي وغادي ندخلهم الفران. بالنسبة للفرن غادي ندخلوهم الفرن مسخن على 160 درجة، غادي ندخلوهم 10 دقائق، من بعد غادي نهبطو درجة الحرارة ل 140 ونخليهم يطيبوا بين 40 و 50 دقيقة. راقبوا الفرن، ملي كتجربوا بان كوردون وكيخرج ناشف بمعنى راه الكيك وجد. بعد ما خرجنا الكيك من الفران غادي نوجدوا لاكريم ديالو اللي غنحتاجوا فيها، لاكريم فويتي يعني لاكريم فريش، الماسكاربون والحامض، ورقه ديال الجيلاتين فيها 3 غرام اللي غادي نديرو في الماء بارد باش تطلق راسها مزيان. من بعد غادي نديرو داك لاكريم فريش فوق البوطه ونحركو مزيان حتى تغلي كما كتشوفوا. غنديرو فيها ديك الورقه ديال الجيلاتين اللي عصرنا مزيان ونخلطوها ولكن برا بالعافيه، يعني ماشي فوق النار. كنديروها في ان ريسيبيون ولا فشي طاسه ولا شي حاجه هكذا ونخليوها حتى تبرد، وكنفيلميو وكونتاكت كما كتشوفوا. كنديروها من بعد في الفريغو في الثلاجه. ردوا البال بالنسبه للكريم خاصها تكون بارده بزاف، لان سينو ما غاديش تطلع، ولا بقينا كنضربوا فيها غادي تولي زبده. فمن الاحسن تكون بارده بزاف، يعني تكون في الثلاجه لمده طويله. كتزيدوا الملح والسيترون يعني والحامض ولا عصير الحامض على حساب الذوق ديالكم. بالنسبه للتزيين كنحتاجو شرائح ديال السومو اللي لويناهم كما كتشوفوا على شكل وريضه، عريش ديال الشبت، حبات غوزاي، ورقه البسطيله اللي قطعناها مثلثات وقليناها في الزيت، زاست ديال الحامض خضر وصفر. والتزيين كيبقى حسب الرغبه ديالكم وحسب المتواجد في الدار. كنديروا لا كريم كما كتشوفوا فوق الكيك، وكنزينوا بوريضات ديال السومو. التزيين كما قلت كيبقى اختياري على حسب المسائل اللي متواجده عندكم في الدار. الشبت ايضا كنحكو لو زيست ديال الحامضه خضراء وحامضه صفراء. وكنزينو بهذوك المثلثات ديال ورقه البسطيله اللي قطعنا وقلينا. لو كيك بشحال ما تعطلتو عليه بشحال ما كان في المذاق اروع، يعني ممكن جدا الا حضرتوه اليوم وكليتوه حتى لغد ليه غتلقاو المذاق بلي راه اروع وبالصحه والراحه. ممكن تحتفظوا به حتى لثلاث ايام في الثلاجه. كما قلت في بدايه الفيديو، اللي ما كانش متواجد عنده السومو او السلمون في الدار ممكن جدا يعوضوا بالطون او سمك التونه اللي كيكون في الزيت. كتحيدوه من الزيت، كتسقطروه مزيان، كتقطعوه طريفات، وممكن تزيدوا معاه توم مهروس، قزبر ومعدنوس، ملعقه ايضا ديال الخرقوم البلدي او الكركم. هذا كيبقى على حساب الاختيار ديالكم وعلى حساب الرغبه ديالكم وسورتو على حساب المتواجد في الدار. الشكل النهائي ديال لو كيك كما كتشوفوا قدامكم، وبالصحه والراحه، والى لقاء قريب في فيديو قادم ان شاء الله. شكرا على مشاهدة الوصفة حتى الأخير. إلى عجبتكم ما تنسونيش بلي لايك، وما تنسوش أيضا تبارتاجيو الفيديو مع الأصدقاء والأقارب ديالكم، وشكرا مسبقا.